مشاكلي وبره حياتي انا الشخصيه، واهتميت بمشاكل الناس وبجبر خواطر الناس ومساعده الناس، فربنا سخر الناس وسخر الدنيا كلها انها تحللي مشاكلي وانها تساعدني في حياتي بصفه عامه. فانا بشوف ان الحاجات دي المردود بتاعها اكبر بكتير من اي وقت دي انت حقيقة. بتستثمره في اي حاجه شخصيه ليك. دي نمره واحد. طيب نمره اتنين بقى القصص المؤثره. يعني احنا عندنا زي ما قلت لك في الاول، يعني في ستات ما عندهاش فلوس ان هي تجيب لولادها الفطار، مش بس ان هي ترفع قضية، ان هي تخلع تمام، النفقة بتاعتها. عشان الناس تبقى تلاقي واحد قاعد كده، ده الناس مالية المحلات بتاكل وتشرب وتقول مش دي الناس، في 80 مليون تانيين ولا 70 ولا 60 مليون هتتكلم عنهم استاذة نرمين، استاذ محمود، انا في ناس مش المحامين، لاقيين يجيبوا الفطار. الفطور، تمام انا المحامين بيتخانقوا معايا، يخشوا لي كده على البوكس يتخانقوا معايا، انت زي ما تقوليلناش على القصه دي، على الحاله دي. انا عندي محامين بينزلوا يسافروا من محافظه لمحافظه عشان يساعدوا ستات في قضايا من غير جنيه، ومش بس كده، يعني من غير ما ياخدوا اجر، ومش بس كده، هم بيدفعوا مصاريف اصلا القضيه عايز نفسها يسافر على حسابه ويخش المحكمة واجراءات والاوراق والإجراءات والتصوير والأوراق دي بفلوس كتير، والطابع مش أنا البوسكه هكر، وكل الكلام مش ده. العيلة. فدي طبعا حاجه عظيمه جدا، يعني ان انت تحط ايدك على الفئه دي من الناس حاجه عظيمه جدا. عندنا ستات مش قادره تدفع مصاريف مدارس، المدرسه داخله بتلاقي الجروب اتكهرب، هتعملوا ايه في المصاريف؟ هتعملوا ايه في التقديم؟ هتعملوا ايه؟ لدرجه ان انا واحده ست بعتت لي قالت لي نرمين، ممكن تعملي نداء او تتكلمي مع صاحب المدرسه الفلانيه اللي فيها وليدي، لان انا النفقه اتاخرت عليا وانا ما معيش فلوس ادفع القسط الجديد بتاع السنه الجديده، واوريدي عليا كام قسط متاخرين. والله العظيم استاذ محمود انا كتبت كده، وانا مش متوقعه ايه اللي هيحصل. نداء الى مستر فلان الفلاني صاحب مدرسه فلانه الفلانيه. الام دي ظروفها كذا كذا، الام دي ابنها عندك، عايزين نساعد الطفل ده ان هو يتشرد ويخرج من المدرسه. والله العظيم تاني يوم مكتب مدير المدرسه اتصلوا بيا، وفي نفس اللحظه طب ازاي الناس بتشوف الحاجات ديت وانت عامله شير. جروب مقفول؟ لا بيعمل لها في شير. شير، الجروب مقفول بس ينفع يتعمل منه ممكن شير، تشيري بقى المعلومه. وفي موظفين من المدرسه كانوا اوريدي موجودين عندي. يعني انت لما كتبت دوت طبعا اتشير ناس كتير جدا. لا ومش بس كده، في موظفين من المدرسه ومدرسين عندي في الجروب اصلا، مدرسات وصلوا الرساله. كويس تاني يوم جدا. المكتب اتصل بي، يعني اللي هو مدير مكتب صاحب المدرسه، احنا وحضرتك والست دي خليها تجينا وموضوع التبريد خلص. في نفس اللحظة واحدة بعتت لي قالت لي كل الأقساط المتأخرة عليها أنا متكفلة بيها. واحدة رحت تانية. موصلاها، واحدة عضوة معانا، أم معيلة معانا، ظروفها المادية سامحة لها. رحت موصلاها بس بيها. حاسة هو بمشكلة أنا طبعا، الست. إحنا مش جمعية مشهرة وإحنا ما بنلمش ما فلوس انتوا وأنا مش هما طرف يدوا خالص، بعض مالناش أنا دعوة. بوصلهم ببعض. فوصلتها بالأم، المصاريف كلها اتدفعت. صاحب المدرسة قال لا أنا هقسط لك المصاريف دي براحتك، شوفي أنت عايزة تدفعيها إزاي. وقالوا لي لو عندك اي ام ظروفها كده ولادها عندنا في المدرسه بلغينا واحنا معاكي. دي كانت قصه من القصص المؤثره جدا بالنسبه لي. واحده تانية بنتها جالها ورم في المخ في حته خطيره، دي ام معايا، ام الام هي بترعى ام بنتها. معينه، والاب ما شاء الله غني، انت كان في اب مليونير بس ما بيصرفش على بس عيال، عوده خالص، ونفقه ومشاكل وقضايا. فنزلت ترى الفتيان كالنخل وما أدراك ما بالظبط، الدخل. نزلنا بوست، هي نزلت بوست ما بتطلبش فلوس خالص، وانا اصلا مش سامحه لحد ان هو يطلب مساعده ماديه بصفه مباشره عندي في جروب، الموضوع ده مش مسموح بيه خالص عشان ما تتقلبش لحاجه تانية. فبتقول يا جماعه انا حصل كذا وكذا وانا زعلانه، وزعلانه على نفسي وزعلانه على ولادي، ومش كفايه المشاكل الواحد فيها كمان البنت يطلع كده، وادعوا لي واحنا المفروض نعمل عمليه وكل الكلام ده. هو البوست نزل في خلال ساعه، كانت كل الامهات طب انت معاكي فلوس العمليه كلها، طب انت هتعملي ايه، طب نرمين اتصرفي، نرمين طب عايزين نروح لها. المهم شويه تليفونات ورحت متصله بيها، قلت انت معاكي فلوس العمليه كلها؟ قالت لي لا العمليه تتكلف 40,000 وانا معايا 20، والمفروض انا مستنيه ادبرهم خلال الفتره الجايه، لسه مش عارفه هعمل ايه. دول بقى بيتخانقوا. استاذ محمود في امهات كانت بتحول لها فودافون كاش 50 جنيه عشان هي اصلا دخل الام مثلا 1000 جنيه بس اصلا. ال 50 جنيه دول يعملوا اكتر من ال 20 انا الف والله العظيم النهارده البوست نزل
تاني يوم الصبح ال20,000 جنيه وفوقيهم بتاع 15,000 جنيه عشان بعد العملية والأدوية جمعوا. والناس كلها راحت المستشفى. انا صاحب المستشفى كان بيتكلم معايا، كان فاكر ان انا الام من كتر ما انا قضيت اليوم، انا خدت اجازه وقعدت معاها من الصبح لحد بالليل في المستشفى. انتوا بقى خرجتوا من صاحب المستشفى كان بيقول هي مين الست دي اللي الافتراضيه دي مين الست دي اللي المستشفى قالوا عليها مين الست دي المستشفى قالوا عليها وبنتها ومحاميين جايين وشيوخ جايين وعمالين نصبر فيه، اصل عمليه كبيره بتتكلم في عمليه يعني ورم في قاع المخ والدنيا والله. وانا البنت دي كانت داخله العمليه يا استاذ محمود والله العظيم وانا قاعده بقرا قران بقول يا رب يعني، ودخلت للدكاتره اوصيهم ودخلت للتمريض والدنيا اتقلبت يعني. والست والله العظيم جولها من محافظات امهات من الجروب وجايبين حلويات وجايبين ورد واللي مستاذنه من شغلها حاجه فوق مستوى خيالك. طيب ده خروج عظيم جدا من العمل اللي انت عملتيه. لكن خلينا نقول هنا في التلفزيون بقى ايه الحاجات اللي من خلال سنتين ونص اللي حضرتك فتحتي بيهم الصفحه او الجروب بتاعك تحسي انه لازم يتقال الكلام ده للناس عشان الجروب نفسه يستفيد وكل ام معيله تستفيد؟ يعني ايه الخبره اللي اكتسبتيها حسيتي ان في اضرار كتير من المجتمع بتقع على الست دي بالقصد او بدون قصد؟ نرمين هتعيط. السؤال الصعب ده. انا اكتسبت خبرات كتيره بس يعني في ايه بالظبط عايزين ايه الناس دول؟ يعني عايزين مننا ايه؟ نظره محترمه. الناس دي عايزه عايزين من المجتمع عايزه احترام. الناس دي عايزين يعني اولا عايزين يسيبوا الست دي في حالها، سيب الست دي في حالها تربي ولادها، ما تحاربش الست دي في ولادها. طيب الست دي يعني عشان هو معلش يعني سوري بقول دور ريسبكت يعني من بعض الرجال عشان مش هعمم، هم بيشوفوا ان الست دي ادم لوحدها فست ضعيفه ومنهاره وفي عرض اي حاجه، يا اما هي ست شمال يا اما هي ست فاشله وهي اللي خربت بيتها، يعني نظرات غريبه مش مفهومه. صحيح. انا ما بشوفهاش في نطاق المجتمع بتاعي ولكن انا في تجمعات هقول لك بيفترسوا الستات دول وهم ماشيين في الشارع افتراس. بالظبط بالظبط. فيعني طيب نظرة اكثر احتراما للتصرفات اللي هي غير مسؤوله مننا. كمان الاجهزه، انت قابلتي اجهزه تعاونت معك كتير، المفروض انها تقدم ايه بالشكل القانوني عشان تسهل؟ لان انا اعرف مثلا ان القانون لغايه دلوقتي الفلوس اللي جبتوها على الراجل يدوها مش عارف ربع المرتب ولا ايش. لا لا انت بتتكلمي في قانون الاسره. قانون الاسره يا استاذ محمود محتاج يتنسف. قانون الاسره ده تم وضعه سنه 1920 ومراجعته 29 و84 و2000 بتتكلم في يعني ابدا اجدد حاجه فيهم من 20 سنه. قانون متهالك لا يتواكب مع اللي بيحصل في الزمن ده. بس ده نقطه مهمه جدا. بس اشكرك جدا. يبقى احنا عايزين قانون الاسره يتنسف. وفي مشروع دلوقتي جاهز لقانون جديد من المجلس القومي للمرأة ومن الأزهر. طب جميل. وهي دي الجهات الأكثر احتراما واكثر يعني الواحد يثق فيها ان هي طالعه حاجه محترمه.